في الفيديو ده كده ازاي نعرف نحل اسئله براكتيكال اناتومي، وخصوصا الاسئله اللي هي ليها علاقه بالبون. مسكت سبوت كده وبصيت على سبوت لقيت فيها بون واسالني عليها اسئله. اول حاجه في الاسئله اللي انا هتسال عليها دي وعايزه اعرف هجاوبها ازاي، اول سؤال بيبقى من ضمن الاسئله identify the bone and determine its size. identify the bone عايزه اعرف هي هيومرس ولا فيمر ولا ايه. اظن ان احنا كبرنا بما فيه كفايه لدرجه ان انا عرفت ان دي شكل هيومرس من غير بقى ما اعرف، ولسه هقول الفيتشرز بتاعتها. يبقى انا كده البون دي اللي قدامي عرفت ان هي هيومرس. عايز اعرف اذا كانت رايت هيومرس ولا ليفت هيومرس. الرايت هيومرس بعرفها منين؟ بعرف السايد اصلا منين في اي بون؟ بمسك ثلاث، بحل ثلاث مشاكل: مشكله الميدل، الميديان، مشكله الابر ومشكله الانتيرير. عرفت الثلاثه دول، حليت مشكله الثلاثه دول، انا كده عرفت السايد. الميزه الهيومرس ان الهيد بتاعت الهيومرس بتحل لي اول مشكلتين، اللي هما الهيد بتاعت الهيومرس بتبقى شكل اتجاهها ميديان وابر. يبقى هي كده حلت لي اول مشكلتين، يبقى يا اما الهيومرس بتاعتي وضعها كده يا اما وضعها كده. انا هعرف منين هي وضعها عامل ازاي؟ هقول لك. ماشي حاضر. وضعها ده بتعرفه، بتمسك بتحط ايدك كده عند الابر اند وبتبص، لو لقيت جزء ايمننس طالع، بروس طالع كده، يبقى ده عباره عن اسمه ليسر تيوبروسيتي، ده بيبقى موجود قدام. لو ما لقيتهوش يبقى ده ورا، يبقى انت كده عرفت ان ده قدام. يبقى احنا كده عرفنا ان الوضع ده هو الوضع الصحيح للهيومرس بتاعتي. طيب الوضع ده انا هجيبه على جسمي عشان اعرف هي رايت ولا ليفت. جبته على جسمي كده تمام، وحد لقيته بيجي تيبيكال على ايدي الشمال، الجزء الميديال والانتيريور اهو والابر، يبقى ده الليفت هيومرس. خلصنا كده الحمد لله اول سؤال معانا اللي هو identify the bone and determine its size. تاني سؤال معانا بقى بيحدد لي جزئية معينة وبيسألني على الجزئية دي، بحيث ان هو يقول لي هي اسمها ايه، وبيقول لي ايه الاجزاء اللي هي related ليها او attached ليها. همسك كده من فوق لتحت، هنزل معاكم. لو جينا من فوق كده من اول كل الهيد اوف هيومرس دي وعلمها لي وقال لي identify the colored area، هقول له دي الهيد اوف هيومرس. تمام. طيب الهيد اوف هيومرس دي هيسألني عليها سؤال، هيقول لي name the structure related للجزء ده. هقول له ان ده related لي الجلونايد كافيتي بتاع الاسكابولا اللي بيعمل معاها الشولدر جوينت. تاني سؤال، تاني منطقة عندي هيحدد لي الحز بتاع، اول ما خلص كده الهيد اوف هيومرس بلاقي كده حز حته طالعه لبره، ماشي، بروز كده خفيف خالص، ده اسمه بسميه الاناتوميكال نيك. تمام، داير ما يدور كده بيشكل شكل داير حوالين الهيد اوف هيومرس، ده اسمه اناتوميكال نيك. يبقى السؤال هيجي لي ازاي؟ نيم ذا كولورد اريا، هقول له اناتوميكال نيك اند ديترمينيت ايه structure attached للجزئية دي. هقول له ان الstructure attached للجزئية دي capsule of shoulder joint. يبقى انا كده جاوبت على اول حاجتين. هنزل تحت اكتر هلاقي ان هنا في tuberosity لسه قايلة اسمه دلوقتي، اللي هو بيحدد لي ان المكان ده لو ما هو موجود بيبقى هو anterior surface، ولو مش موجود يبقى posterior surface، اسمه lesser tuberosity. لو علمني على lesser tuberosity ده وقال لي name the structure attached للجزئية دي، هقول له حاجة ان هو ده كده lesser tuberosity. تاني حاجة ان ال structure attached لي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال insertion بتاع ال subscapularis muscle. خلصنا تالت جزئية، هنخش على رابع جزئية، هي حتة اسمها greater tuberosity. عندي في greater tuberosity احتمالين، لو هو علمني على الجزئية الكبيرة دي تمام، greater tuberosity بعرفه ازاي من lesser tuberosity، بغض لان في عينات مختلفة شوية عندنا لو نزلنا تحت في المعرض هنلاقيها ان lesser ساعات بيبقى حجمه كبير. هقول له ان ال greater tuberosity ده هو بتبع فيه قاعدة LL، يعني هو large واخد حيز اكبر حتى لو ارتفاعه مش كبير، هو large ولاترال، فانا كده هعرف ان ده greater tuberosity. الجريتر تيبروستي فيه احتمالين، يا اما يبقى مصور يا اما يبقى محدد لي جزئيه صغيره بس والباقي كله ممسوح كده،
يا اما يبقى محدد لي كل الجريتر تو بروستي. اول حته لو هو حدد لي اول حته بعرف ان هي جزئيه بس من الجريتر تو بروستي بيبقى اتاتشت لمصل واحده بس ماشي. طب لو حدد لي الجزئيه كلها يبقى دي اتاتشمنت لمين؟ لثري ماسلز. طب ايه هما ثري ماسلز؟ هجيب ايدي كده واقول اول واحده دي اللي انا بحط اصبعي بيتحرك فيها دي عباره عن ايه؟ عباره عن السوبرا سباينيتس ماسل، انسرشن للسوبرا سباينيتس ماسل. تاني واحده ده الانسرشن بتاع الانفرا سباينيتس ماسل. تالت واحده تالت جزئيه اللي هو يعتبر ورا خالص ده عباره عن ايه؟ الانسرشن بتاع التيروس ماينر. خلصنا كده. لو جينا حددنا اخر نهايه الجريتر واخر نهايه الليسر هلاقي ان هي بتمد كده لسور. السور ده جواه حته نازله جروف بسميه باي سيبيتال جروف. الباي سيبيتال جروف ده لو حددهولي هقوله ممكن يسألني name the structure attached لي او related لي. انا كده حددته وقال لي ايه name the colored area، اول حاجة عرفت ان هو bicipital group. طيب لو قال لي name the structure attached لي ببقى عارفة ان في bicipital group دي في تلات حاجات، اتنين major واحدة latissimus واحدة latissimus dorsi. اللي في اللاترال lateral اللي فيها ال بتبقى عبارة عن pectoralis ميجور اللي فيها ال برضو، وهنا اللي هي في الميديم اللي هي عند الليسر تيبروستي بتبقى تيرس ميجور. هنا بقى اللي في النص اللي في الجروف بتاعها لو قال لي اتاتشد هتبقى لاتسمس دورساي ماسل. التلاته دول انسرشن ولازم ابقى محدده هو عشان ما نقص نص الدرجه هي الماسل اللي اتاتشد دي انسرشن ولا اوريجن. التلاته دول احنا كده لحد الان ما قلناش اي حاجه اوريجن. التلاته دول انسرشن. لو هو في النص هنا قال لي name the structure attached هقول له insertion بتاع latissimus dorsi. طيب هو لو قال لي name the structure related هقول له التندون بتاع long head of biceps. الحمد لله خلصنا كده ال upper end. تحت ال upper end كده بيبقى فيه حاجة اسمها surgical neck. دي أول ما بنزل من مكان ضيق كده أول ما بنزل من ال greater or lesser tuberosity. طيب هو هنا هيقول لي نيم لو حددها لي كده اهو نيم ذا ستراك ذا كولورد اريا هقول له دي سيرجيكال نيك اوف هيومرس. طيب نيم ذا ستراكشر ريليتد ليها هقول له ده عباره عن الاكزيلري نيرف. خلصنا اول جزء. تاني جزء كده هنزل تحت في الشافت. تمام الشافت عندي كده هوص عليها لاترال وميديال في اول جزء فيها من فوق تمام وانتيرير. لاترال يعني عند الجريتر تيبروستي من فوق اللي هو كده من فوق كده جريتر تيبروستي هلاقي حته كده في نص الشفت بالظبط اسمها ديلتويد تيبروستي. هو هنا انا حسيتها كده لقيتها مكان فعلا خشن تيبروستي فعلا. دي لو علمتها هقول ان دي ديلتويد تيبروستي. طيب دي ايه نيم ذا ستراكشر نيم ذا كولورد اريا ديلتويد تيبروستي نيم ذا attached structure attached للمنطقة دي هقول له ده ايه؟ ده insertion of deltoid muscle. دخلنا عند الميديال وانا عارفة ان الميديال بيبقى قدام مين؟ ال head of humerus. الميديال ده بقى ماشي هيقولي name the structure. هو ملوش اسم عندي بس هو ايه ال ايه name structure attached للمنطقة دي هقول له ده insertion برضو بتاع مين؟ بتاع كراكو باكيرس. جزئيه بقى تحت كده في الهيومرس انتيريور ليها اهو انتيريور اهو عشان في اتنين فصه انتيريور ليها دي مكان كده اسمه اول اوريجين اهو قبله ده الاوريجين بتاع مين؟ ده الاوريجين بتاع البراكيالس مصر. من كل هنا لو حدد لي اي حته من هنا كده ماشي حددت اي حته هو فيها هيقولي ده الاوريجين بتاع البراكيالس مصر. خلصنا كده الشفت من قدام والميديال واللاترال بتاعها. نخش بقى عليها من ورا. الشفت من ورا احنا عرفنا ان المنطقه اللي هي لاترال دي اسمها دلتويد تيبروستي. عند الدلتويد تيبروستي لو حطيت ايدي كده هحس فيه جروف. الجروف ده ليه اسم اسمه
اسمه spiral groove. لو علم لي اهو السبايرال جروف باين معايا. لو علم لي الجزئيه name the structure related للجزئيه دي هقول له في حاجتين، يا اما الريجيون نيرف يا اما البروفانت بروكراي ارتري، ده هو posterior وجنب الديلتويد من ورا. طيب انا عرفت ان ده spiral groove صح، تمام. فوقه يعلمني على اي حته فيه، او تحته يعلمني على اي حته، ماشي. فوق لو فوق هتبقى lateral head of triceps، طب origin ولا insertion؟ origin. تحت لو علمني على اي جزئيه فيها، ماشي، origin برضو بس بتاع medial head of triceps. يبقى انا ما خدتش origin غير لتلاتة، ال lateral head وال medial head بتاع triceps وال brachialis. كده احنا الحمد لله خلصنا الجزء اللي فوق. هنبص بقى على الجزء اللي تحت في البون بتاعتي. الجزء اللي تحت بتاعي يا اما يبقى اهو في نفس الحاز اهو lateral. اللاترال ده لو علمني على اي حته فيها باخد بالي ان انا ممكن يعلم لي، عندي اربع احتمالات، يا يعلمني على الايبي كوندايل ذات نفسه، يا يعلمني على حته صغيره كده فوق الايبي كوندايل، يا يعلمني على حته كبيره بعيده فوقه برده بس بعيده عنه شويه، يا يعلمني على جزئيه ورا كده ملهاش اي لازمه غير ان هي تلخبطنا بس وخلاص. تمام، الاربع احتمالات بقى عايزه اجاوبهم اهو. اول احتمال name the colored area، هقول له ده اللاترال ايبيكوندايل، تمام. طيب name the structure attached، اللاترال ايبيكوندايل ده اللاترال ايبيكوندايل ده الاتاتش بتاعه مين؟ الكومون اكستنسور اوريجن، تمام. طيب ممكن يقول لي name the structure related ليها، اخد بالي قوي هو related anterior عشان اللاترال، لا انا اسف، name the structure attached هيبقى ايه؟ attached هيبقى common extensor origin. طب name the structure related ليها، مين اللي بيعدي related اصلا لللاترال؟ هيبقى الريجن نيرف. الريجن نيرف بيعدي من قدام. طيب الحته قلنا في جزئيه صغيره كده فوق، دي ايه الجزئيه الصغيره اللي فوق دي؟ هيقول لي ده name the structure، هي الجزئيه دي اصلا اسمها ايه؟ قال لي دي اسمها lateral supracondylar ridge. Name the colored area lateral supracondylar ridge upper tilt. upper اهو بس تلت، لسه في التلت الصغير ده، upper tilt of lateral supracondylar ridge. ده عبارة عن ايه؟ ده name the structure attached لي، قال لي ده بيديني origin لمصل اسمها extensor carpi radialis longus. ده فوق الكبيرة اللي بعيدة عن اللاترال، الجزئية دي كده هي الاوريجن بتاع الكراكيو راديالس. الجزئية اللي ورا اللي هي الصغيرة خالص دي لو لقيتها عند اللاترال، تمام، دي هقول ان هي اوريجن للانكونيوس، الانكونيوس مصر. خلصنا اللاترال الحمد لله. ندخل في الميديال. الميديال بعرفه ان هو اصلا دي تيوب، هو عبارة عن بروميننس اكبر، وهو اصلا قدام اللي قدام الهيت اوف هيومرس، مش محتاج يعني. طيب الميديال ده ليه احتمالين، يا يعلمني على الايبي كوندايل ذات نفسه، يا يعلمني على الريتش اللي فوق الايبي كوندايل. طيب لو علمني على الايبي كوندايل ذات نفسه هيقول لي name the structure attached للجزئيه دي، هقول له ده هو اصلا عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن الميديال ايبي كوندايل. طيب name the structure attached، ده الكومن فليكسور اوريجن. طيب ممكن يقول لي name the structure related، ده بقى عندي في احتمالين وهنا هيوضح لازم، يا اما يبقى قدام يا اما يبقى ورا. لو قدام تمام هيبقى معدي منها ايه؟ معدي منها اتنين حاجه ريليتد، البريكيال ارتري والميديال نيرف. لو ورا بيعدي الانر نيرف. طيب الجزء اللي هو فوق ده في الميديال، في الميديال سوبراكوندايلر ريدج، ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن اوريجين للبرونيتور تيرس. في جزئيه برضو اخر جزئيه اللي هو الارتيكولار سيرفيسز، انا عندي هنا اتنين فصه، عندي اتنين فصه قدام وفصه كبيره ورا. الاتنين فصه قدام دي اسمها ايه؟ اللي عند الميديال ايبي كوندايل، واللي عند واحده عند اللاترال ايبي كوندايل. اللي عند اللاترال ايبي كوندايل دي اسمها ايه؟ ريديال فص. طيب دي اسمها ايه؟ اسمها كرونويد فص. طيب اللي ورا اسمها اوليكرينون فص، دي بيلزق فيها الاوليكرينون بروسس بتاع الانا.
ودي برضو بيلزق فيها كورونايد بروسس بتاع القرنة. اما دي بيلزق فيها مين؟ الهيد اوف ريديوس. احنا كده برضو اخر جزئية خالص، الجزئية دي كده تمام، دي اسمها كابيتلم اللي هي الصغيرة دي اللي عند اللاترال اللي ما بتكملش لورا، ودي كده اسمها تروكليا. ده كده بيعملوا الجوينت بس. في جزئية بس تانية نسيت اقولها، لو هنا قال لي على اللاترال كوندايل اي بي كوندايل والميزة اي بي كوندايل، لو هو قال لي نيم ستراكشر اتاتشد، لو اللاترال ممكن يبقى حاجة كده زودها مع الإجابة برضو يستحسن إن أنا أزودها. هقول إيه؟ هقول الريديال كولاترال ليجامنت اللي هو أصلا بيساعد فين؟ في الشولدر جوينت. وهنا هقول الأنر كولاترال ليجامنت اللي هو في الميديال. إحنا كده خلصنا، أتمنى إن أنا أكون أفدتكم. إحنا كده خلصنا الهيومرس.